من مصر يعني في مساحة الاستقرار بتاعتنا دي نروح للسودان. النهاردة كان فرح السودان. سبت تم توقيع الاتفاقيات ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على نقل السلطة إلى مجلس سيادي مدني زي ما حضراتكم شايفين أهو. ده وصف بفرح السودان. كان موجود زي ما انتم حضراتكم شايفين دكتور مصطفى مدبولي وابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا، دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزرائنا كشهود مع اخرين طبعا شخصيات اخرى كشهود على هذا التوقيع اللي بينهي فتره قلقه جدا في السودان. الناس كانت بتختلف وبتتفق وبتحاول تصل الى يعني زي ما بيقولوا كده ايه كلمة سواء، يعني بيصلوا الى حد من الاتفاق. تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي. هذا المجلس السيادي فيه 11 عضو، منهم 5 اعضاء من المجلس العسكري و 6 اعضاء من قوى الحرية والتغيير. والحقيقة زي ما هم وصفوه انه ده فرح السودان فهو فرح مصر ايضا، وفرح اي دولة، مش دولة عربية بس ولكن اي دولة في العالم تريد للناس ان هم يستقروا. الحقيقة كان قلبنا على اشقائنا في السودان، لكن اثبتوا الحقيقة انه هم ولائهم الاول والاخير لبلدهم. الناس قعدوا واتفقوا ووصلوا الى صيغة وهقولها لحضراتكم، لكن بعد ما نسمع من السيد محمد حسن المهدي عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير من الخرطوم والذي كان موجودا اليوم في فرح السودان. سيد محمد حسن المهدي أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور محمد وأهلا بكل مشاهدي برنامجك. من القاهرة نبعث لكم بكل التحية، والحقيقة هو يوم فرح في مصر أيضا عندما يعلن السودان أنه في فرح. شكرا لكم على مشاعركم الجميلة، وشكرا لكم على مشاركة رئيس وزرائكم في حفل. يا سيد محمد حسن حضرتك سامعني؟ سامعك. طيب قلت لك شكرا لكم على مشاعركم الجميلة وشكرا لكم على مشاركة أنا وزرائكم لحفل السودان. عايزك من بعين راصدة كده النهاردة هذا الاحتفال ماذا يمثل لك وانت يعني عضو تنسيقية القوى الحرية والتغيير وكمواطن سوداني في النهاية، ماذا يمثل لك هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق يمثل لي نهاية مرحلة شاقة وصعبة كانت هي مرحلة الانتقال ما بين الحكم الاخير بتاع نظام الانقاذ، حكم الظالم قاطس بتاع نظام الانقاذ، وبين الانتقال الى مرحله جديده في عمر السودانيين، مرحله جديده فيها طريقه حكم ديمقراطيه، مرحله جديده ينال فيها كل السودانيين حريتهم لكي يختاروا من يحكمهم، ينالوا حريتهم لكي يضعوا البرنامج الذي يمكن ان يضمن لهم حياه كريمه، ويمثل لي فرحا كبيرا لكل السودانيين. في ذات الوقت تمثل لي هذه اللحظه ايضا انتباها شديدا جدا للتحديات التي يمكن ان تواجه الطريق الذي قررنا جميعا في السودان ان نسير عليه، وهو الطريق الذي يمكن ان يحقق تطلعات شعبنا. طيب عايز اسالك على ماذا يريد السودان الان من الدول العربيه، من المجتمع الدولي؟ يعني حضرتك اشرت الى تحديات كثيره جدا تنتظر المجلس السيادي الذي تم تشكيله. العالم دوره ايه؟ العرب دورهم ايه؟ نحن سنتقاسم مع المحيط الاقليمي والمحيط العربي والمحيط الافريقي ومع المجتمع الدولي، سنتقاسم ادوار مهمه جدا. سنتقاسم ايضا الوصول الى غايات مهمه جدا، منها الاستقرار في المنطقه، ومنها ان يعم السلام مناطق النزاعات التي في السودان، ومنها ان يكون السودان عضوا فاعلا في منظومه تهتم بالاستقرار وبالسلام وبمحاربه اسباب النزاعات وب
محاربة الهجرة غير الشرعية وبالقضاء على ما يمكن أن يصيب الحياة الكريمة أو يقلل من مدى كرامة الحياة لدى الإنسان في هذه المنطقة. نحن لا نريد من العالم أكثر من أن نتشارك جميعا مع بعضنا البعض في مش مساعدة في أن يصل السودانيون إلى تحقيق برامج تحقق التنمية المستدامة وتحقق التحول الديمقراطي وتحقق وقف الحرب وإقرار السلام. نحن نريد أن نتشارك مع بعضنا في الوصول إلى هذه الغايات. ونحن إن شاء الله في انتظار السودان القوي الذي يستعيد دوره مرة أخرى. وتهاني الشعب المصري كله الحقيقة سيد محمد حسن المهدي لك ولكل السودانيين على هذه الفرحة اللي وصفت بالفعل بأنها فرح السودان. بشكر حضرتك جدا من الخرطوم محمد حسن المهدي عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير. الحقيقة اللي حاصل حالة من النضج السياسي الشديد جدا، طبعا في جهود كتير آخرها كانت جهود هنا في القاهرة للتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لكن عايز أقول لحضراتكم الترتيب اللي حاصل في السودان. يعني النهاردة السبت تم التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية من في اللحظة اللي تم خلع فيها عمر البشير، كان المجلس العسكري الانتقالي هو اللي بيدير شؤون البلاد. النهاردة تم التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في قاعة الصداقة في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية كشهود دوليين وإقليميين تحت شعار فرح السودان. طيب المجلس السيادي بتكون من 11 عضو، 6 مدنيين و5 عسكريين، وبذلك يعلن حل المجلس العسكري. هيؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم يوم الاثنين بعد بكرة 19 أغسطس، وهيعقد أول اجتماع إذانا بتسلمه السلطة، لأن المجلس السيادي هو الذي يدير شؤون السودان. يوم الثلاث 20 أغسطس هيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء، تم اختياره بالفعل وهو الخبير الاقتصادي العالمي عبد الله حمدوك، مع العلم انه قوى الحرية والتغيير يحق لها منفردة اختياره، فتوافقوا على عبد الله حمدوك. رئيس الوزراء هيأدي اليمين يوم 21 اغسطس، وبعدين يمنحوه اسبوع يختار حكومته بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وهيعتمد مجلس السيادة يوم 30 اغسطس التشكيلة الكاملة للحكومة. يوم 31 اغسطس الحكومة هتأدي اليمين الدستورية وتعقد اول اجتماع لي، وفي اول سبتمبر شهر الجاي ان شاء الله هينعقد اول اجتماع بين مجلسي السياده والوزراء، وهو نفس اليوم الذي تنطلق فيه عمليه السلام مع الحركات المسلحه المحدد لها 6 شهور. فهنا المرحله الانتقاليه في السودان 39 شهر. يعني الناس بيبقى مبسوط لما الناس تنتصر لبلدها وتقعد تتفاهم كده بدل ما تتناحر.